أعلنت وزارة الصحة وسكان فحص 123 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديث الولادة وتقديم العلاج بالمجان. وأوضحت وزارة الصحة وسكان المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضا وراثيا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.